ماركو وخطأ لجوفنتوس وحاول صد من لاعبين و محاولة تسديد تتمرر حلوة لفيالي جاهز اللعب. هذه هدف بالفعل. جول دينو باجيو. حلوة فكرته وحلوة الجول وحلو الاستغلال من باجيو. يا سلام يا باجيو يا دينو. وتحية من روبرتو باجيو على التنفيذ السليم والجميل. شوف تمريرة حلوة. هذا دينو باجيو رقص شمدت وسدد كرة حلوة بالفعل. اللاعب الذكي واللاعب القناص ممتع جدا ومريح للفريق رغم انه مدافع. شوف دينو باجيو الا انه مهارته امام المرمى كانت جميلة بالفعل. جول لجوفنتوس 1-1 وسعادة غامرة وتهنئة ايضا قوية من فيالي ومن روبرتو باجيو لدينو باجيو. دينو باجيو رقم 4، روبرتو باجيو رقم 10. فيالي نجوم في الكرة الإيطالية الحقيقة، أداؤهم ممتع والفريقين أيضا اليوم يقدموا أداء ممتع. هذا هو ريتشارد. شوف كانت الحقيقة الكرة أفضل ما في إمتاع الهدف لفريق جوفنتوس. بدلا من التسديدة تمريرة سريعة ومتقنة أيضا وتثبيت